فعالة لحياتنا يا سيد، تستخدمها لبناء نفوسنا وقطرديك باسم الرب يسوع. تعال الآن حرر، تعال الآن اشفي، تعال الآن خلص حبيب قلبنا يا رب، تعال الآن سود في وسطنا. أنت لك أن ترتفع، كل واحد فينا أن ينخفض، لك أنك أنت تتمجد، ونحن أيضا يا رب نتبع كل ما تقوله باسم المسيح. غيرنا لمجدك يا سيد واستخدمنا خاصة في هذه الأيام. كل شعب الله يقول آمين. هللويا. تفضلوا. الرب صالح يا أحبة. قول الرب صالح. فليقل مفديو الرب إن الرب صالح. دائما كل يوم الصبح تعرف شو لما بتوعى وبتسمع خبر مزعج تعرف تعمل هللويا الرب صالح، لأنه هو صالح على كل أحوال. أمين. وإبليس مهما عمل مش رح يقدر يغير إنه هو صالح. الرب صالح. لكن كوز اللي حدا كله يا زلمة الرب صالح، اللي هو يبتسم الرب صالح. بالنتيجة رح نربح هللويا، لأن الرب صالح مجدا ليسوع. أمين. هللويا مجدا. الرب صالح جدا 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 صالح جدا جدا جدا. هللويا. وصلاح الله يا أحبائي أمر مش بإيد الله، هو صالح ما بيقدر يغير، هو صالح كما أنه هو محبة، ما بيقدر يكون مش محبة، هو محبة. الله ما بيقدر يعمل كل شيء. عندي خبر لك لين. يعني في ناس بيقول الله كلي القدرة، لا الله مش كلي القدرة، يعني فاجئك. الله ما بيقدر يكذب، إذا منه ما بيقدر يعمل كل شيء. صح؟ الله ما في يقول كلام ويغير بعدين. ليه؟ هو كل القدرة لكن ما بيقدر يعمل هيدا مثلا. الله ما في يكون مش صالح، ما في يكون مش محبة، ما في يكون مش حنان، ما في يكون مش طويل الروح، ما في ما يكون إلا لطيف. هذا هو الله، هذا هو شخص الله، هو هكذا. واليوم استعبده، تعبده بهذا الأسلوب. الكتاب يتحدث لنا عن أشخاص كثيرة عرفت الرب بهذا الأسلوب. تحدث عن دانيال، واحد منهم أيها الرجل المحبوب دانيال، أنت محبوب جدا. تخيل الله يحب دانيال، الله يحب أخنوخ. الله أحب أشخاص كثيرة في الكتاب المقدس، يتحدث لنا عن أشخاص كثيرة الله جعلت الله يبتسم. واحد من الأشخاص اللي جعلت الله يبتسم تعرف مين؟ نوح. الكتاب يقول قال بطاعته لله جعل الله يبتسم. تخيل الله عم يتطلع بنوح وعم يبتسم. شو اللي خلى الله يبتسم إذا طلع بنوح؟ إنه طاعه رغم إنه يعني ما فكر بأي شيء، قال له إيه طاعه من دون أي، من دون ما يفكر. حبيت الأسبوع الماضي قلت لك نص طاعة ليست طاعة، ثلاث أرباع طاعة ليست طاعة، طاعة كاملة الله يريد. طاعه بغض النظر بأنه فكر فيها الآن لثواني، بأنه ولا مرة كان شايف بعد مطر. على فكرة الكتاب يقول بأنه الأرض كان كلها ماء، بس هو ولا مرة شاف مطر. تقول لي كيف بعرف أنه ولا مرة شاف مطر؟ لأنه ولا مرة شاف قوس قزح بعد. طاعه أنه رح بصير في فيضان مع أنه ما بيعرف شو يعني المطر. وأقرب بحر قريب من نوح بهذاك الوقت كان بعيد أميال وأميال وأميال. وتخيل هو يبني سفينة ورا البيت عندهم، يعني عم بيعمر سفينة لمدة 100 سنة. تخيل أولاده وولاد أولاده وولاد أولاده وولاد أولاده، كانوا يمكن خجلانين من جد نوح. كان كل الناس تدل عليهم بالمدرسة، يروح على المدرسة كل يوم الصبح، أنت جدك اللي عم بيعمل مدري شو ورا البيت؟ روح لعند بيو، يعني ولاد ولاده روح لعند بيو، شو هذا جده يا بابا؟ مش معقول هيك، لو مجرسنا بالمدرسة.
فكرت فيها لثواني، يعني الناس كلها كانت عم تحكي نوح مدري شو عم بيعمل ورا البيت، عم بيعمر شيء كتير كبير، بس مش فاهمين شو قصته هذا النوح، شو وضعه نوح. هاللويا. طاعوا رغم انه لم يكن يعرف الوقت، حتى كان عنده ثلاث صعوبات نوح يا احبائي وطاع الرب. الصعوبه الاولى بانه ما بحياته كان شايف سفينه قبل، ما بحياته شايف فيضان قبل، وبعد شوف هيدي الثالثه، شوف هيدي الثالثه، يريد انه يجمع كل حيوانات العالم ويحطها بالفلك. فكر فيها لشوي هيك، فكر. ولا مرة بنقرأ بالكتاب المقدس بأنه نوح ناقش مع الله، ولا مرة، ولا مرة تقرأ بأنه نوح جاء له لحظة شوية، طب لحظة بليز، يعني فهمنا غزال وغزالة، زراف وزرافة، طيب 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 كيف بدي اجيب لك الدب يا رب، بليز دب ودب، يعني او جرادين وفيران. فكر فيها عن جد لثواني يا احبائي، يا لها من طاعه. استعرف شو الكتاب يقول؟ الكتاب يقول بانه نوح جاب بسمه لوجه الله. يعني تخيل الله عم يطلع بنوح هو مبتسم، نوح يطيع من دون اي تردد. تحدثنا في هذه الفتره عم نحكي عن تلاميذ يسوع، واخر واحد كنا عم نحكي عن واحد ما طاع، كان دائما يشك في كل كلمه يقولها الرب. قلت لك يا احبائي ان طاعه ناقصه هي ليست طاعه ابدا. شاول حاول أن يطيع 99% لكنه أخلف بواحد بالمية، لم يعتبر الله هذه طاعة. طاعة مؤجلة ليست طاعة أيضا. أشخاص بتقول للرب أنا حابب أنه كل يوم أقرأ بالإنجيل بس ما بدي سامح اللي بيزعلني، إذن هي مش جديدة مع الرب. أنا حابب أجي على الكنيسة بس مش حابب، أنا حابب طيعك بالأشياء اللي بحبها بس مش حابب طيعك بالأشياء اللي ما بحب أعملها. أنا حابب أكون جزء من جسدك لكن مش حابب صلي، مش حابب شارك، مش حابب أعطي. هي ليست طاعة إطلاقا. الله يبتغي طاعة كاملة. يا طاعة كاملة، طب خليني أفكر بالموضوع، الله يبتغي طاعة فورية. لا يوجد نقاش مع شو الله يقول، هو قال نقطة. طلب الحدا كله الله يقول نقطة، انتهى. ليه؟ الكتاب يقول لأن الله ثبت كلامه في السماء إلى الأبد، لدرجة حتى قال إن كلامك يا رب، واحد من المزامير، هو أعلى من فوق كل اسمك، فوق كل اسمك، إن كلامك فوق اسمك يا رب، أنت جعلت كلمتك مرتفعة فوق أي شيء آخر. أنا وأنت اليوم إذا نريد أن نتحدث عن التلاميذ مجدداً، حابب ذكرك بهذا التومة اللي حكينا عنه الأسبوع الماضي. تحدثنا عن كثير من التلاميذ، واليوم أيضاً رح نحكي عن شخصية بارزة من هذه التلاميذ، شخصية رائعة بالحقيقة. يعني رح أحكي عنها اليوم، والأحد رح أحكي عن نقيضة. وكانوا مع بعض، كيف كانوا مع بعض؟ أنا ما بقدر أتخيل كيف هدول الاثنين كانوا مع بعض، لكن كانوا مع بعض بقلب مجموعة واحدة، جي 12 تبع الأسيس يسوع، مجموعة 12 تبع الأسيس يسوع. والرائع بالموضوع بأنه الأسيس يسوع بهذاك الوقت نقاهم بعد ما صلى كل الليل، بمعنى آخر مستحيل يكون غلطان الأسيس يسوع بهذاك الوقت. يعني حاول تخيل يعني معكم اليوم، تخيل معي الآن يا أحبائي هدول أشخاص أساميهم مثل ما قلت لك، منسمي ولادنا بكل العالم، اليوم تروح بتلاقي أسامي مثل هدول الأشخاص 12، ما عدا واحد، ولا واحد بتشوفه بالعالم اسمه يهوذا، يعني
شفت مرة واحد مسمى ابنه يهوذا؟ ابدا ابدا ابدا. مرة كنت عند واحد يعني اعذروني بس بس هي حقيقة، كنت عند واحد بأمريكا، بعد شوي صار يعيد جوداس. قلت ايش شو شرير مسمى ابنه جوداس؟ معقول واحد بيسمي ابنه جوداس؟ بعد شوي اجى البوبي. مسمى الكلب جوداس. هي حقيقة يعني. ما تخيل انه لكن تخيل هذا مسمى البوبي، لكن ال11 الباقيين في اسامي كنايس على اسمهم. انا وانت بنسمي اولادنا على اسمهم. انا وانت الان في منا حتى بحطوا صور، يعني بتقول هيدا فلان وهيدا فليتين وهيدا ما بعرف مين. في منا يمكن نعتبرهم، في بعض الطوائف تعتبرهم شفيع وبتحدث عنهم بهذا الاسلوب. لكن أريدك أن تعرف اليوم مين هدول الأشخاص بالحقيقة، مين إني اللي رب يسوع قد نقاهم. تحدثت أنا وياك عن اثنين منهم، كان اسمهم يوحنا ويعقوب إخوة، واحد منهم عمره 15، واحد منهم تقريبا بعمر صار 20. تخيل واحد من جي 12 تبع يسوع 15 سنة، بيك تخيل يسوع نقى واحد عم بفكر لبعدين يسوع ليبني الكنيسة. عرفتني كيف؟ يسوع بفكر بالحقيقة، يمكن كمان ما كان 15، أقل، لأنه بالحقيقة كان أقل من 18 نهار اللي المسيح انتقل إلى الآب. إذا سنة 105 أو 107 ميلاديا مات يوحنا بعمر تقريبا 95 سنة، فيك تقدر أنه يسوع كان عمره 30 لما نقى يوحنا، نقص منه 95 بيطلع أقل من 15 بعد. مش عارف يفكر فيها الآن لسوين. يسوع نقى هيك أشخاص، أشخاص عفوا 117 ميلادي يعني. أشخاص مراهقين، أشخاص أولاد الحي، معروفين بالحي، معروفين بكل المنطقة اللي هن فيها. نقى اثنين اسمهم بطرس واندراوس اخوة ايضا، حكينا عن واحد منهم، في واحد بعد رح ابقى احكي عنه له شخصية بارزة جدا اسمه بطرس، رح خليه للاخر زبدة الزبدة هذيك. رح خلي اثنين لاخر شيء، اثنين هن اغرب اثنين بالحقيقة، واحد اسمه بطرس واحد اسمه يهوذا، رح احكي عنهم اخر شيء. واحد انتهى بنهاية غير سعيدة ابدا، واحد انتهى بنهاية سعيدة جدا. لكن بقلب هدول 12 تحدثت عن فيليبوس أيضا، وتحدثت أيضا عن واحد اسمه توما. لاحظ الآن هذا التناقض بين توما، فيليبوس اللي ملء بالكلمة، توما تخيل أنت معك بالفريق شو ما بتقله بيقلك كذاب. تخيل صاحبك، يعني صاحبك ماشي معك كل يوم شو ما بتقله بيقلك حلوف، لا ما بصدق، فرجيني، خليني دس، بدي شوف. أنا عم بتخيل كيف يسوع كان بيقدر يتحمل هذا الشخص. كيف في يسوع يقدر يتحمل واحد مثل توما دايما معه؟ كيف استطاع يسوع أن يتحمل شخص دائما شكاك في كل أمر، لدرجة أنه ظهر له بالآخر فقط لكي يقول له تعال دس يا توما، تعال تأكد يا توما، ولا تكن غير مؤمن، طوبى لمن آمن دون أن يرى. أنت آمنت الآن يا توما لأنك رأيت، لكن الآن أنا أريد إيمان، اسمعني جيدا، مش نتيجة الحواس. إيمان نتيجة الحواس إيمان مدمر، إيمان نتيجة القلب والثقة هو إيمان يبني. لأنك لمست يا توما أمنت. في أشخاص إذا أنا بشوف معجزة بآمن، إذا أنا هلأ بشوف شيء، إذا هلأ يسوع بيظهر لي بآمن. توما يوم الأيام رح تكون بالسماء قدام الرب.
وبتعرف شو؟ يمكن قد ما يحبك رح بخليك تشوف، بس النهار اللي بتشوف يعني للأسف في منهم حتى بيشوفوا لكن ما بيشوفوا. الكتاب يقول لهم عينان لكن لا يبصران، لهم أذان لكن لا تسمع. للشعب اليهودي في العهد العتيق قال شافوا البحر عم بينشق، شافوا النار عم تنزل من السماء، شافوا غيمة عم بتغيم فوق الشعب، شافوا صخرة عم تلحقهم وملانة مي وعم ينزل منها مي، شافوا معجزات، شافوا الدنيا عم بتشتي خبز، شافوا الدنيا عم بتشتي لحمة، وبرضو شافوا كل هذه المعجزات وصارت مثل خبزون اليوم. المعجزات كل يوم في عجيبة، لأنه الكتاب يقول قال كل يوم كانوا عم بيعيشوا وتيابهم عم بيكبروا معهم، هني عم بيكبروا وتيابهم عم يكبر معهم. يعني واحد خلق عمره سنة بعد 40 سنة بعده لابس نفس الصباط، تخيل بيبي بوت بس كبير. صندال بيبي بوت بهذاك الوقت نايكي كان دارج هذاك الوقت، يعني تخيل عم بيكبر معه مش محتاج يروح يشتري واحد جديد، مش محتاج امه تفصل له كنزة جديدة، لبسته اياها اول ما خلق وهو عم بيكبر عم تكبر معه هالكنزة. يعني تخيل بيبي هيك بيجي لعند امه وماما، يعني انا بدي افهم بس عمره صار 20 سنة، بدي افهم انه انا سنة الماضي كنت لابس هاي والقبله كنت لابس هاي والقبله كنت، وبتخيل انا كان عندي 4 سنين بتذكر كنت عم بلعب على البسكليت ولابس هيدي القميص، شو عم بصير لهالقميص؟ ما عم تتخرب هالقميص. قال عايشين بمعجزة كل يوم، قال ولم أجعلكم تغيروا التياب اللي لابسينها، بقول كتاب مقدس يا لها من معجزة. وبرضو لم يصدقوا. توما مش كل شيء محتاج انك تلمسه، بعض الأحيان محتاج انك انت تيجي تاخد خطوات لعند الرب، تقول يا رب الآن تعال انت ألمسني، مش انا بدي ألمسك، انت تعال ألمسني اليوم. اليوم أريد أن أتحدث عن شخصية بارزة، والموضوع اليوم بهذه الشخصية البارزة رائع بالحقيقة لأنه بيناسب الأجواء اللي نحن عايشين فيها اليوم بلبنان. أريد أن أتحدث عن رجل حزبي بين تلاميذ يسوع اسمه سمعان الغيور. تقرأ عن سمعان الغيور بالحقيقة ما بتقرأ شيء عنه لسمعان الغيور، غير أنه بتقرأ اسمه، اسمه بحد ذاته يعبر كافي ووافي من هو هذا الرجل سمعان الغيور. تقرأ عنه إذا بدك تعرف وين، تقرأ بمرقس 3:18 لما بيعددوا أسامي الرسل، تقرأ بلوقا 6:15، وبتقرأ أيضا بأعمال الرسل 1:13. تقرأ عن سايمون ذا زلست، وهو أيضا بعد أحيان بسموه سمعان القيرواني، يا سمعان الغيور يا سمعان القيرواني. على فكرة هو هذه القرية هي قيرواني، المكان اللي جاي منه سمعان. على فكرة كلياتهم بينتموا لهذا الحزب، حزب الغيوريين اسمه كان. رجل حزبي مناضل. كان في 4 أنواع أحزاب على أيام يسوع يا أحبائي. كان في 4 أنواع أحزاب على أيام يسوع. كان في الهيروديين اللي هن مناهضين، اللي هن بهذاك الوقت خوني يعني. ليه؟ لأنه كانوا واقفين مع الاحتلال الروماني ضد شعبهم، هول موالات بلغة اليوم هدول الهيروديين غيرهم اسمه اليوم بس ما مسترج نسميه خلينا نطلع منها بسرعة وأيضا كان في الفريسيين، هذا حزب آخر يعني حزب متدين مثل ما هلأ بتشوف في يهود أرثوذكس، يعني أشخاص كثير ملتزمين جدا، ولكن لهم عندهم شيء بسموه ينبغي أن لا تفصل الدين عن الدولة. يعني هذا أفكارهم، جزء لا يتجزأ من الدولة هو الدين، دين هذه الدولة، مشان هيك عنصريين نوعا ما بعيد عن كل الناس. وكان في ايضا الحزب الثالث اللي هو الغيوريين، وكان في ايضا الصدقيين، وهدول الاربع احزاب كانت متناحره بهذاك الوقت على الحكم. مين كان حاكم بهذاك الوقت
هن الهيروديين اللي هن كانوا أقرب لروما. وإذا بتعرف الحاكم تبع أورشليم بهذيك الوقت، الحاكم تبع الأراضي المقدسة، كان شخص قريب جدا. لاحظ كان في مندوب من روما يحكم، يبعثوا واحد يكون هو مسؤول عن كل هذا القطاع، لكن تحته يملك ملك يهودي متعاون مع روما أو عميل لروما اللي هي كانت حاكمة الأراضي المقدسة. نفس الشيء يعني 2000 سنة ما تغير شيء. دائما بتلاقي أشخاص تتعاون معك وفي أشخاص وطنيين. واحدة من هذه الأحزاب الوطنيين هن الغيوريين. وتخيل يسوع، تخيل يسوع لما نقى تلاميذه نقى واحد وطني بين التلاميذ، واحد يؤمن بمبدأ أنه ينبغي أن تتحرر الأراضي المقدسة من الاحتلال الروماني. لك شباب. يعني أنا ما بعرف كيف سأب هذا الموضوع بهالوقت، بس أنه يلا نطلع مظاهرة كلنا اليوم. نطلع لا لروما، بيقول أي روما. سمعان الغيور، سمعان الغيور يا أحبائي، جزء من إيمان هذا السكت أو هذا الحزب كان جزء من إيمانه استخدام العنف في سبيل تحرير الأرض. واحد من هيدول الأشخاص كان أيضا يهوذا، لكن يهوذا كان رجل سياسي. يهوذا الإسخريوطي أيضا كان من أتباع الغيوريين، يعني وطني. لكن الفرق بينه وبين سمعان، سمعان كان من الأشخاص اللي هن ينتمون إلى هذا الحزب، إنما يهوذا كان من الأشخاص البارزين في هذا الحزب، وهو كان سياسي يعني يتعاطى السير، يحاول أن يحرر الأرض بالدبلوماسية. الآن يا أحبائي أريدك أن تفكر معي الآن، أرب يسوع اختار رجل وطني. يا أحبائي إن حب الأوطان هو من حب الرب. بديك تعرف أنه أشخاص بقول نعم أن وطننا النهائي هو السماء، لكن الآن أريدك أن تعرف أن جزء من عائلتك أو حياتك هون على الأرض هو أنك جالس وقاعد في أرض. واسمعني جيدا الآن، هذه الأرض لها حق عليك أن تعتني بها وأن تصونها. الكتاب يقول، استقرأ في كل الكتاب المقدس، محور الكتاب المقدس هو امتلاك الأرض، صح ولا لا؟ لا، بل أنه في ناس تستبسل مثل ما نقرأ عن رجل يدعى شمة في أن يدافع عن أرضه، لدرجة الكتاب يقول أنه التصق السيف في يدي. لا نشكر الله الآن، حربك ليست ضد ذوي اللحم والدم، لكن حربنا ضد أرواح شريرة، وينبغي أن يكون لك غيرة في قلبك من أجل أن تحارب من أجل، اسمعني جيدا، بلدك، مش على الصعيد الأرضي لكن على الصعيد الروحي، أنك تصلي من أجل الأرض اللي أنت فيها، حتى أن الكتاب يقول أصلي من أجل السلام اللي بالأرض اللي أنت عايش فيها. استقرأ بإرميا 29، تقرأ قال حتى لما ذهبوا إلى السبي. الآن اسمعني جيدا يا أحبائي، شوف شوف الإكستريم أو الطرف عند الله، التطرف عند الله، إنه هذا الشعب قد خرج من أرضه وراح مسبي يعاني في بابل من الفقر، من القلة، من السبي يعني من تسخير، صاروا عبيد في بابل، صحيح؟ وجزء من حياتهم في بابل
الله أعطاهم وعد، قال بعد 70 سنة أنتوا رح ترجعوا للأرض، لكن بهال70 سنة أريدكم أن تعملوا شيء هام، أنكم تزرعوا الأرض، أنكم تفلحوا أرضكم، أنكم تهتموا بشؤونكم، أنكم تباركوا هذه الأرض اللي أنتوا فيها. وبنفس الوقت تعرف شو قال؟ قال تزوجوا وتزاوجوا، لأنه الوعد سوف يتم بعد 70 سنة ولن يتأخر. إذن مشان هيك الآن قال بأي مكان أنت فيه، وهذا رمز الآن أنه أنا وأنت مسبيين في هذه الأرض، يوم من الأيام رح بيكون وطننا الحقيقي هو السماء، لكن طالما أنت عايش هون على الأرض أريدك أن تهتم فيها إلى أن يعود الرب يسوع. خليني فرجيكم إياها الآن، إرميا على صح 29. هللويا، خي نصيف موافق أنت معي، هللويا مجدا. كل واحد حط علم لبنان هون، كلنا لا. نا حتى الأشخاص اللي من غير جنسية لكن عايشين بلبنان، حب لبنان. بالإصحاح 29 لاحظ، قال هذا هو نص الرسالة التي يبعث بها إرميا النبي من أورشليم بقية شيوخ المسبيين وإلى الكهن. لاحظ عم بيحكي عن الكل لمين عم بيبعث لهم هالرسالة. وقد ورد فيها الآية 3 الآية 4 هذا ما يعلنه الرب القدير إلى إسرائيل لكل المسبيين الذين أجليتهم من أورشليم إلى بابل، ابنوا بيوتا وأقيموا فيها، اغرسوا بساتين وكلوا من نتاجها، تزوجوا وانجبوا بنين وبنات، واتخذوا نساء لأبنائكم وزوجوا بناتكم وليلدن أبناء وبنات، وتكاثروا هناك ولا تتناقصوا، والتمسوا سلام المدينة التي سبيتكم إليها وصلوا من أجلها إلى الرب، لأن سلامكم يتوقف على سلامها. أريدك أن تقرأ معي يعني بإمعاني أحبائي، لاحظ أنه يتحدث عن المكان اللي مفروض يكونوا عم يكرهوه. يعني تخيل أنك أنت، يعني تخيل أنك أنت اليوم مفروض أنك تعيش ببلد غير بلدك، يعني فكر فيها الآن لثواني لو سمحت، ومقموع بهذيك البلد، مش بس يعني معروف أنك أنت اللي جاي من الدولة اللي انكسرت تحتنا. بابل بهذيك الوقت نبوخذ نصر فات وقضى على البلد وأخذ شعبه إلى بابل، أسراء حرب خلينا نسميهم هيك، عبيد يعملون كأشخاص ما لهم أي قيمة، يعني مهما نجحوا مش رح يطلعوا. لكن نشكر الرب أنه رغم كل شيء الرب أقام دانيال هناك، رئيس وزراء صار ببابل. بس فكر فيها للثواني، قال حبوا المدينة اللي أنتوا فيها وصلوا من أجلها، وصلوا من أجل سلامها، حبوها. لا أسمعني جيدا يا أحبائي، أنا بتذكر سنة 92 لما رب فرجاني الرؤية عن لبنان. بتذكر سنة 92 كنت قاعد بقلب جبل بعين سعادة بلبنان، وعم بتطلع على بيروت، وفجأة شفت يسوع بالأوضة عندي كان، وألفات ألفات 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 من الناس عم بيخدمها الرب، اللي عم يتحرر، اللي عم بينشفى، اللي عم بيخلص. قلت له يا رب يا ريت انت بتعمل هيك بلبنان. حصلوا ما رح لكم شو صار، يعني كفيت القصة. لكن اللي صار معي هو التالي، انه بعد فترة رب قال لي هالكلمات، قال لي رح شيلك من بلدك ورجعك بهالرؤية. النهار اللي رجعت على لبنان بتذكر صار معي احداث كتير مأزية بال96، صار معي احداث مأزية جدا لدرجة انه بلشت مش طايق لبنان، صرت حابب هاجر، صرت حابب انه اطلع هيك عيش ببلد تاني، وما بدي اتعاطى. اذا بشوف حدا بيحكي عربي ببعد عنه، ما بتعاطى مع اي حدا له دخل باي شيء عربي.
قلت يوم من الأيام الرب بيرجع بيبعتني. لكن اللي صار هو التالي، الرب قادني بال97 بلش صلي للبنان لمدة سنة. كل اللي عم بعمله انزل امشي على الضف على المنارة تحت على الشط لبنان على ضواحي بيروت، وبلش صلي. كل اللي عمله بس صلي واتنبى وصلي واتنبى على لبنان وعلى بيروت. هاي بال97 كان بعدها مكسرة، بعدها ساحة الشهداء ما في شيء. وبلش صلي وصلي 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 لدرجة صار في بقلبي حب غير عادي للبنان. ذكر لما كنت بلندن كان الناس سموني مستر لبنان. الآن وين ما بروح بالعالم كل الناس تعرف إنه أنا من لبنان. أول كلمة بيقولوا دغري بيعرفوا. تعرف ليه؟ بحب لبنان. ما بدي يكون بأي مكان آخر بالعالم، مع أنه جاني عروض. يمكن بقولوا الناس إذا بخبرهم بقولوا أنت مجنون أنك ترفض هيك عروض. يمكن بأماكن بالعالم الناس تتمنى أنه تعيش بربعة أو 5% أو 1% منها. إذا فرجيك الصور وين كان مفروض عيش. لكن بتعرف شو؟ الدقيقة هون بلبنان في أكشن. أحضر الأخبار كل يوم هون. ما بتشوف هيك شيء برا، مش حلو برا، ما في شيء هيك يسليك. إنه ما في انفجارات ومجدا يعني دائما في هيك إثارة برا. بتحضر الأخبار بتعرف شو بيطلع لك على الأخبار. كنت بأمريكا مرة بحضر أخبار أيام الأيام، طلعت هيك في الفوكس نيوز سي إن إن كل القنوات عم بحضر. اف عم كيف عم ببرم بالشانل كلياتهم حاطين نفس المشهد. شو عم بصير؟ وأي من الأيام طلعت بعد شوية لقيت في بسينة على شجرة أي مين مش عم شايف نزلوها يا حرام، ووحدة عم تبكي تحت عم بينقلوها لايف. كمان قالوا يخرب ذوقكم شو هذا. بسينة علقانة على الشجرة مش عم تعرف كيف تنزل. جابوا نوشة واحد، بعدين جابوا للمرة صاحبة البسينة جابوا لها دكاترة وأطباء نفسيين يهتموا فيها لأنه انأذت نفسيا. طلعت قلت يا ريت كنت هالبسينة أنا، يعني خدت كل هالأهمية. بسينة هونيك محترمة أكثر من بني آدم ببلدنا. مثلا كلب بشوفوه بالشارع هوني بياخدوه بحطوه بقلب محل بيطعموه بينطفوه كلب. نشكر الله من أجل لبنان. عم قلكم بأماني يا أحبائي، وأنا عم أتمشى بالشوارع بهديك السنة وإلى الآن، تعرف يعني أقول لك شيء غريب، صرت حب الغبرة تبع لبنان. اللي مسافر لبرا بيعرف عن شو عم بحكي. انا بشوف طرقات ما فيها غبره بتستغرب، زفت لونه اسود يا زلمه، انا مش شايف هون زفت لونه اسود. صرت حب الغبره طبعا لبنان، حبه، حب الجرادين. هاليلويا انبسط ليك جردون جردون جردون. عم بحكيك بامانه. بتذكر في سنة 97 رحنا على فرنسا وقررنا نرجع من فرنسا أنا جروب من الشباب أصحابنا. رجعنا بالسيارة من فرنسا على لبنان، 10 أيام أخذتنا المسافة. قطعت من فرنسا على إيطاليا، تعرف يعني عم تقطع بالكود دازور، عرفنا كيف الموناكو وأنتيب وكان، بعدين بتنزل على إيطاليا بتقطع بميلانو وفلورنس وبتقطع بكل هذه المناطق. يعني نيا شو مش حلوة. يعني طلعنا على أسيزي، يعني وصلنا على روما. من روما قطعنا هيك من نص إيطاليا، وصلنا على باري، من باري رحنا على اليونان، خدنا باخره وصلنا على اليونان وصرنا نتمشى على شواطئ يونان، نسوق
إلى وصلنا على أتينا، من أمتينا فتنا على تركيا، من تركيا سحبنا بقلب سوريا إلى أن وصلنا إلى لبنان. بدي أقول لكم شغلة بس يا أحبة، شفنا أمور غير عادية، قطعنا بشطوط غير عادية، لكن آخر يوم نحن وفيتين بعد في كم متر منوصل على لبنان، صرنا كلياتنا عنا أشواق بقلبنا. النهار اللي منفوت على لبنان، أشخاص اللي ما بيعرفوا الحدود بين لبنان وسوريا، يعني بهذيك المنطقة شمال لبنان في حدود هي أبشع حدود ممكن تقطع فيها بحياتك إلى الآن، يعني بعضها طرقات محفرة، وعلى حدود في محرقة زبالة، يعني مشان السواح يفوتوا هاللويا يتنشأوا هوا نظيف، يعني على حدود عم بحكي جد، مش طالع من مش رايح من هون على حمص أو على على حلب، بتشوفون على حدود في محرقة زبالة وتتنشق رائحة الورود، يعني هاللويا في ريحة فريز قوية بتكون طالعة، وحاصلوا وجوار وروايح بشعة وكل هذه المسائل. بتذكر كنا قاطعين بالكارفان اللي رايحين فيه الفان، صرنا نقول لك دخيل ريحتك دخيل جورك، هاي جورة اشتقنا للجور. عم بحكي بأمانة انه الله يقدر يجعل منك شخص غيران على كل حبة، لدرجة انه صعب عليك بقى تمشي مثلا وما يعنيك انه حدا. انا بنقذي لما اشوف واحد قاطع بالسيارة وكب ورقة بالارض، بنقذي بحس كأنه شيء اللي دخل فيه. مرة بالزمانات صار مظاهرات بسبب انه غلى البنزين، تاني نهار شفت اشخاص عم بيكسروا تبع التليفونات، كان صار جمعة بعدهم ركبني نقهرت، مش فرقاني معي انه صار مظاهرة، كل اللي قهرني كيف عم كسروا هاي تبع حرام حرام. شو هذا الشعور؟ الله يا أحبائي نقى واحد من تلاميذه وطني، واحد من تلاميذ يسوع غيور، كان يريد أن يدافع عن حرية بلده من الطغيان الروماني، سمعان الغيور. نقى الرائع بالموضوع انه نهار الاحد راح احكي عن التلميذ الذي يناقض سمعان الغيور، اسمه متى لانه كان عميل، واحد من الهيروديين كان متى، وسمعان الغيور مع بعض عم بياكلوا كل يوم. فيك تتخيل؟ يعني هون اليوم عم بيطلبوا حوار، ما في حوار، خلاص قطعنا كل حوار، هدول كل يوم بدهم ياكلوا سوا ويطلعوا يخدموا سوا. نا اتخيل سمعان الغيور ومتى لما الرب بعتهم اثنين اثنين، تخيل طلعوا مع بعض. يا خاين. مثلا فيك تتخيل، فيك تتخيل الان كيف كانوا يتعايشوا مع بعض، كيف استطاع ان يرى بحبه لبلده هذا سمعان الغيور أن يتبع يسوع معتقدا بأن يسوع قائد سياسي يريد أن يغير في البلد، مش عارف أن يسوع مملكته ليست من هذا العالم. شيء اللي جذبه ليسوع هالقائد العظيم اللي بيقدر يخطب بالجموع. لكن بتخيل الآن سمعان الغيور يرى يسوع يشفي خادم قائد روماني، فيك تخيل الآن؟ كتاب يقول بأنه قائد المئة مرة أجل عند يسوع وقال له عندي خادم لألي مريض. هذا الاحتلال، هل عم سمع علي الآن يا أحبائي؟ وعم بتخيل سمعان الغيور بقلبه عم بقول هلأ راح بفرجيه يسوع، إن شاء الله بيفتص خادمك، يكون عم بقول هيك بقلبه إن شاء الله ما بضل واحد منكم. لكن فجأة تفاجأ بأن بدل ما أن يسوع يعني يقاوم هذا الرجل، بالحقيقة بتعرف شو مدحه؟ قال إني لم أرى يا سمعان واحد من شعبك يا سمعان فيه إيمان كهذا الرجل. مش حالا نسمع الآن؟ أنا بنظر الرب
لم يكن الموضوع إذا هذا معارضة أو موالات. بنظر الرب كل ما يهمه هو النفوس. عشان هيك الآن يا أحبائي، كل ما يحدث في لبنان ما تخلي شيء غيرك تجاه أي شيء يحدث من أجل الدول المجاورة، لكن ضل عينك على يسوع. تعرف أنه الرب يحب هدول الناس جدا 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 جدا، ويريد أن يخلص ويشفي ويحرر. الرب لا يفرح بالدينونة يا أحبائي، لكن يفرح بالخلاص. ناس تصرخ لألو ربما فيها إيمان أكثر منك، وأنا بعرف الآن في جوع بكل الدول العربية اليوم أكثر من لبنان لربما للرب. في جوع للرب يسوع. تخيل سمعان بهذاك الوقت ينظر بمرارة وحقد، كيف أن يسوع شفي هذا الرجل المحتل بالنسبة لألو أو خادمه؟ مش بس شفي، قال له سمعان، عم بتخيل يعني، ما عليه اسمحوا لمخيلتي انه تروح يعني. تخيل يعني سمعان رافقه عمول معروف على الباب لقائد المئة. تخيل سمعان حاطط خنجر وراه وعم يتردد، او تخيل سمعان واقف بين التلاميذ وفات الرجل هذا قائد المئة الروماني وهو هيك. بعد شوية لقط سيلولار وصل واحد من خواله، اتصل بكل الغيورين. فيك تتخيل؟ فيك تتخيل ردة فعل سمعان يا أحبائي؟ كيف صار ينظر إلى يسوع بعد ما رأى يتعامل مع الرومانيين بهذا الأسلوب؟ فيك تخيل؟ الآن مجدداً مرة من المرات حدا عم تعلم شيء لحديث الله يعني. مرة من المرات إذا لعنده ناس وقالوا أيجب أن نعطي لقيصر فدية؟ قول معي فدية. تعرف شو يعني فدية؟ يعني ضريبة. تعرف شو يعني ضريبة؟ ما له حق فيها قيصر. فرضين خوة الرومان على الشعب، يعني مثل عنا هون نفسي بلبنان، فرضين خوة ضرائب على كل شيء بتعمله. في ناس عم تاخد مصرياتك وانت عارف ما لهم حق فيها، بس هيك حكم القوي يا أخي. ها؟ وكل ياتهم كانوا عم ينظروا لجواب يسوع، وعارفين الفريسيين انه اذا يسوع بده يقول لهم لا كل الناس رح تصير معه، لكن الرومان بيعتقلوه. هذا عم بيعمل، عم بيقود حركه تمرد بالشعب، معارضه. هذا قائد اذا عامل انتفاضه الاستقلال. القصة لكن عم بيضحك علينا بالشعارات الدينية اللي عم يطلقها، لكن وراها هو يناقض الرومان. ناطرين الرومان عم يتسمعوا، الناس عم يتسمعوا، وإذا قال لهم نعم تخيل قديش كان بده يخسر جمهور يسوع. خاين يسوع، بيقبل أن يدفع الفدية. تخيل سمعان ناطر جواب الرب، وفجأة الرب أعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله. تخيل سمعان عم بقول يا خي ما عم نقدر نعرف شو هذا، معارضة ولا مولاة؟ يا خي انت مع مين؟ تخيل لقته بالليل سمعان، يسوع بدي اسمع، خي انت مع مين؟ حابب نفهم منك انت مع مين؟ هو القوة الثالثة سليم الحص يعني. هذول النص يعني. لا اطلاقا. تعرف هو مع مين؟ هو مع الله، ويريد ان يبارك الارض اللي فيها. هللويا يا احبائي، الله دعاك انك تحب الله من كل قلبك
ومن كل فكرك ومن كل نفسك، لكن أن تحب المدينة اللي أنت فيها، أن تحب المكان اللي أنت فيه، وأن تصلي من أجل السلام. وهذا كل دعوتك هون على الأرض، أنك تكون شخص عم بتصلي من أجل السلام، عم بتصلي من أجل مدينتك ازدهارة. لأنه إذا هي ازدهرت أنت بتزدهر، إذا هي صار فيها سلام أنت بيكون عندك سلام، إذا هي صار فيها فرح أنت رح تفرح. إذا كل ما يحدث في هذه المدينة ينعكس عليك. مشان هيك صلي وحبها يا أحبائي. بتعرف شو جزء من مشكلة لبنان؟ إنه كل يوم في ناس بتوعى الصبح بتسب لبنان. هاي جزء من المشكلة. وأنا بعرف حتى في ناس صار مثل الخبزون اليوم، كل يوم تكفر ناس بهذا البلد، كل يوم تكفر بهذا البلد. اسمعني جيدا، أنت مدعو إنك تحب هذا البلد، لأنه أنت مش رح تعرف تصلي للبنان إذا ما حبيته. مش رح تعرف تصلي من كل قلبك إذا ما حب. وعم بحكي أيضا الأشخاص اللي هن من غير جنسية عنا في الكنيسة، بغض النظر من أي مكان جاي منه، بغض النظر. إذا أنت قاعد هون وعم تاكل هون وعايش من أجل هون، صلي لهون أيضا، حب هون أيضا، الله سوف يباركك. في أي مكان أذهب إليه في العالم، أول شغلة بعملها رب شاهد على حديثي، صرت زير أكثر من 40 بلد في العالم، أول شغلة بعملها أول ما بنزل بالمطار بقول يا رب بارك هذه العاصمة، باركها باسم المسيح. حطيت إجري علي الآن، يا رب صلي ازدهارك، قوتك، فرحك، سلامك، خلاصك يأتي على هذه المدينة. الله يريدك أن تكون أنت أيضا هكذا. سمعان الغيور، ما سمعنا شيء عنه، لكن أنا متأكد لم يفعل أي شيء. ما حدا بيعرف شو عمل سمعان الغيور، لكن يقول لنا التاريخ يا أحبائي بأنه صار أعظم مبشرين، اسمعني جيدا، في الإمبراطورية الرومانية. سمعان الغيور أعظم المبشرين في الإمبراطورية الرومانية، واستشهد بالآخر حبا بأنه يبشر هدول الرومان. استشهد. الله اختار شخص وطني في التلاميذ. جيت والف تبع يسوع في واحد حزبي اثنين بالحقيقة، واحد تاني هذاك منخليه للآخر لأنه عندي كتير أحكي شيء عنه. الله اختار واحد من التلاميذ وشخص وطني. فيك تشوف بقلب هذه الشخصيات، صرنا شايفين واحد متدين بحب يصلي كتير بس ما بيعرف شيء بالإنجيل، اسمه أندراوس. شفنا واحد فيليبوس بيعرف كتير الكتاب بس مش روحي أبدا وما عنده إيمان. شفنا اثنين زعران ولاد شارع ما لهم دخل بشي، يوحنا ويعقوب. شفنا واحد شكاك مش مصدق شيء من شيء وما بيعرف شيء من شيء، اسمه توما. تخيل، قال له الرب، قال يا رب لا نعرف منين جاي ونعرف وين رايح، عن شو بتقلنا. هاي بتذكر كنا مرة خبركم الخبرية وبنهي هون. بتذكر مرة كنا بمجموعة في شخص مصري، يعني الناس بيسمعوا الكاسات يمكن بيعرفوا عن مين عم بحكي، بس هاللويا يعني على كل الأحوال. شخص مصري عايش بالأردن ولهجته مبندقة بين أردني ومصري، وكان القائد تبع الفريق كمان مصري، وكنا عم نعمل أوتريتش هون بلبنان، عم نعمل خدمة بلبنان. ورائع بالموضوع، اجى القائد تبع الفريق، اجى قالنا هيك الصبح، قالنا اليوم بليز خليه مثل ما كان، ما تلعبوا وانا عم بحكي، خلي الصوت مثل ما كان، اتركه مثل ما كان. اليوم كان اليوم عنا شوشتونا. قالنا اليوم أنا نطلع عنا تبشير عند السكاوتس، يعني شو سكاوتس بالعربي؟ الكشافة، كشافة. رايحين عند الكشافة اليوم الساعة 3 ما نكون حاضرين. كشافة ما راح سميها، كشافة فلانية ما راح أقول وين حاصله. كلنا جاهزين، قال جاهزين. شو ما أنا نعمل عينا هذه الساعة 7 الصبح؟ قال نتروق
بعد شوي كل واحد منا بينزل يصلي لحاله وياخذ خلوته، وبعدين ما نجتمع سوا حوالي الساعة 12 نقعد نحكي سوا كل واحد الرب شو عطى بالنسبة لهدول كشافة، شو الرب بده إياه يعمل بهالكشافة، ونتمرن للأشياء اللي ما نعملها للكشافة، والسكتشات اللي ما نقدمها للكشافة، والترانيم اللي ما نقدمها للكشافة، وندلكم على هدول الأشخاص اللي هن بالكشافة إنه هن هالقد أعمارهم بالكشافة. رحنا صلينا وقعدنا قدام الرب واخذنا اوقاتنا، وبعد شوي الساعه 12 جينا اجتمعنا سوا، سالني لهذا الشخص انه شو الرب عطاك؟ الرب عطاني انه هيك اليوم بده يصير، ورب يستخدمنا بهذا الاسلوب. حصلوا ان تغدينا، تحممنا كلياتنا، لبسنا ثيابنا نضاف، وقررنا يلا الساعه 3 ما نكون بالفان حتى ننطلق. ونحن وعم نلبس بعد الغدا بيطلع هذا الشخص بالقائد تبع الفريق، بيطلع فيه قال له بالحق يا اسم القائد، بالحق يا اكس، احنا رايحين فين؟ قال ذاك المصري، قال له يا ابني اعمل فيك ايه؟ اللي حتوديني مستشفى المجانين في رجلي. فهو قاعد قدام الرب، والرب عطاه حديث وعم بيصلي كل نهار، هم شايفه ورايا. فتخيل توما هيك، تخيل توما هيك مش عارف لوين رايح هنا، تخيل الرب منقى هيك واحد بتلاميذه، بالمقابل نقى واحد حزبه راسه السياسي كل نهار مدوى الجزيره والعربيه وقاعد عم بينتقل من اخبار للتانية، شو الاخبار اليوم، وعامل فيتشر عنده على السلولار بيبعثوا له الاخبار دغري اس ام اس، شو عم بصير. هذا هو سمعان الغيور يا احبائي، للاخر احب الرب لدرجه انه غير الرب من شخص يريد ان يقتل الرومان الى شخص يريد ان يحب الرومان ويعمل من أجل خلاص روما. خلينا نوقف الآن مع بعض. هاليلويا هاليلويا هاليلويا. نعم يا أحبائي، إذا أنت بعدك شاكك بأنه الله يريد أن يستخدمك في لبنان اليوم، إذا بدك تقلي أنا ما بحب لبنان الآن، بلش صلي للبنان رح تصير تحبه. بلش صلي لو سمحت الآن للبنان، بلش صلي من كل قلبك، قل يا رب الآن سمحني عن كل مرة أنا ما حبيت هذا البلد. إذا في أي شيء زعجك بلبنان الآن، صلي من أجل هذا الأمر، صلي من أجل هذا الأمر. إذا بدك إنه هذا الشيء يتغير، صلي 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 صلي، ما تنق، ما تكون مثل كل الناس اللي عم تلعن. الكتاب يقول باركوا ولا تلعنوا، ولا يخرج إلا كلام صالح من أفواهكم للبنيان. خلينا ناخذ إيدين بعض البعض الآن، قل له يا رب اجعل فيا الآن حب لألك. وإذا أنت أيضاً عندك بقلبك مرارة ضد ناس، إذا عندك بقلبك مرارة ضد أشخاص، قل يا رب حول هذه المرارة أيضاً لحب. في أشخاص لربما ملينة من لربما ملينة من الوطنية لدرجة أنه عندها مرارة ضد الاحتلال أو أي شيء. الآن قل يا رب حط فيي حب، حط فيي حب للخلاص، غيرني يا سيد الآن، شيل مني كل عنف، كل عدم إيمان يا سيد، شيل مني كل شيء فيا ضد البشر، لأن حربي ليست ضد البشر، حربي ضد ملاك فارس، حربي ضد أرواح شريرة، أرواح شريرة مسيطرة على هذا العالم. بل يصلي بروح قدس الآن كما ليس من قبل. يا رب الآن املأني من روحك، املأني من روحك الآن، املأني يا سيد، املأني 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 املأني. تعال يا رب الآن، تعال يا رب. بدي فريق التسبيح نطلع الآن جميعا، خلينا نصلي بقوة الآن، خلينا نصلي بقوة لو سمحت، لو سمحت الآن. هللويا 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 هللويا.
هللويا هللويا، مجدا لك يا سيد، مجدا 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 ليسوع. هللويا، ارفع يديك لان هيك للعالم، كل شخص في هذا المكان الان تني تقول تعال يا رب بروحك. خلينا ناخذ ايدين بعضنا الان هيك ونصلي، صلي مع بعض، قل يا رب غيرني، خليني سير بارك. وعود الان، وعود الرب انه كل يوم رح توقف تبارك لبنان، تبارك هذه الارض اللي انت عايش فيها الان، تباركها. قل يا رب جيب ازدهار، جيب سلام، جيب قداسه، جيب بر. حتى لو انت من غير جنسيه الان، انت عايش بلبنان، اذا صلي لهذا البلد. هللويا 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 هللويا، مجدا 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 مجدا. بعرف اشخاص بامريكا عايشين بامريكا بيكرهوا امريكا، ما في بركه على حياتهم. مره قلت لهم بلشوا صلوا لهذا البلد بدل ما تقعد تتذمروا، مش بلشوا يصلوا صاروا يحبوا. اي مكان بتصلي له الان، صلي يا احبائي، صلي صلي صلي. قل يا رب حولني من شخص مرير، من حاقد، من شخص مليان بالحقد والمراره والتعب، حولنا شخص في محبه، حولنا شخص يحب بلده ويحب الاخرين ايضا. حولني يا رب، حولني، استخدمني يا سيد الان، استخدمني 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 باسم الرب يسوع. تعال يا رب بروحك المس اراضينا، لبنان عطشان لروحك يا الهنا اروينا. تعال يا رب بروحك المس اراضينا، لبنان عطشان يا رب، لبنان عطشان لروحك يا الهنا اروينا ونشوف حقك وبلد ببركة بسلام يدوم ويملأ يملأ أراضي ونشوف حقها ببلدنا ببركة بسلام يدوم ويملأ يملأ أراضي. مشدد الآن، تعال يا رب، بروحك المس أراضينا، لبنان عطشان يا رب لروحك، لبنان عطشان لروحك يا إلهنا اروينا. تعال يا رب بروحك المس أراضينا، لبنان عطشان لروحك، لبنان عطشان لروحك يا إلهنا اروينا، يا إلهنا بلدنا ببركة وسلام يدوم يملأ أراضي ونشوف حقها وبلدنا ببركة وسلام يدوم اسبانيا، وبلدنا تكون بوعودة محمية متبركة. املا اراضينا بنورة بدي تكون اسبانيا، وبلدنا تكون بوعودة محمية متبركة. ولبنى تكون نوري أفرح تغمرنا وبهجة وقلوبنا تغني لك. ما زبحنا تعليك وبلدنا يكون نوري أفرح تغمرنا وبهجة.
وقلوبنا بنبني. غير شكل أوانينا، غير شكل أوانينا، بحياتنا نكون إنجيل، نشهد للحق ما يين، ونباركك جيل ورا جيل يا رب، باركك جيل ورا جيل. هللويا. غير شكل أوانينا، بحياتنا نكون إنجيل، نشهد للحق ما يين، ونباركك جيل ورا جيل، ونشوف حقك، ونشوف حقك، بلد نبي بركة وسلام يدوم ويملى يملى أراضينا، ونشوف حقك، وبلد نبي بركة وسلام يدوم ويملى يملى أراضينا. باقي الاعلام اللي شايفينها هون هي مش تنزين فيها للكنيسه، لانه في كثير ناس حتى بتقول منظرها مش حلو، يمكن منا زينه حلوه. هدفها هون مش تنزين فيها الكنيسه، هدفها انه نصلي لهدول البلدان، هدفها انه نبارك هدول البلدان اليوم. لكن انت ما رح تعرف تحب ولا بلد اذا انت ما حبيت بلدك اللي انت فيه اصلا اليوم. وانا حابب اليوم نعمل عمل نبوي، حب نصلي لسوريا وحب نصلي للبنان. خذ يد الشخص اللي حدك، لان يا رب الان منبارك سوريا شعب وبلد وحكم باسم الرب يسوع. منكسر كل ارواح شريره فوق سوريا، ومنعلن سلطانك الان يا رب، انك تصنع قوتك يا رب وعدلك في هذا البلد. صلي يا رب انك تصنع بركتك في سوريا، انك ترفع كنيستك جدا يا رب في سوريا، انك تعلن يا رب سلامك في كل انحاء سوريا، حمايتك، قوتك على شعبك، على كل اولادك يا رب. نصلي انك تخلص نفوس، انك تشفي مرضى. صلي يا احبائي انك تحرر المقيدين باسم رب يسوع المسيح. اشكرك يا رب لان التاريخ يتحدث انك انت تلمس هذيك البلد بسبب صلوات شعبك باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع. هللويا. حاب اطلب من خانة شرب الان نزل هذا العلم بليز لهون. اشخاص اللي بدهم يصلوا لبنان بدك تجي تدق بهذا العلم، تحط ايدك عليه وتبلش نصلي مع بعض. اذا ما فيك تدق بالعلم دق بخيك اللي دق بالعلم، يعني حطه بالنص شرب لهونك قدام قدام. كلياتنا خلينا نصلي للبنان الان، خلينا نقول هالترنيمه مع بعض الان. افتحوا بليز، افتحوا، ما تخلوه هيك، افتحوا 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 شباب، شيلوا ايدكم شوي، افتحوا ايه، دقوا فيه الان. هللويا يا رب، نبارك لبنان الان باسم المسيح. خلينا جميعا الان يا رب سمحنا عن كل مره سبيت لبنان، كل مره سبيت هذا البلد، كل مره كفرت فيه، سمحنا يا رب الان نبعث بركات الان على ارضنا باسم الرب يسوع جميعا دون استثناء. تعالوا خلينا نتحد مع بعض، دق بحدا، تعا بليز، ما تضل قاعد محلك لو سمحت، كأنه مش فرقاني معك. بليز تعوا، بليز تعوا جميعا 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 جميعا. هللويا هللويا هللويا. مجددا الان، تعال يا رب بروحك البس اراضينا، لبنان عطشان لروحك يا إلهنا اروينا، تعال يا رب بروحك البس أراضينا، تعال يا يسوع يا يسوع يا يسوع يا يسوع يا يسوع. منشوف حقك يا رب في لبنان، منشوف حقك وبلد نبي بركة وسلام يدوم ويملى يملى أراضي، ونشوف حقا في بلد نبي بركة
املا اراضينا املا اراضينا بنورك بديت وروس يا يسوع يا يسوع يا يسوع بركتك الحنية بوعودة محمية بتبركة بتبركة على أرضينا بنورك بديت وروس وبركتك كن بوعودك يا يسوع كن بوعودة محمية بتبركة محمية بتبركة فسبحنا تعلي وبلدنا يكون نوري أفرح تغور وبهجة ولبنا تغنينا ما سبحنا هتعلي وبلدنا يكون نوري أفرح تغورنا وبهجة ولبنا تغنينا املا أراضينا بنورك قولها من كل قلبك بالصلاة الآن قدس فنيا جميعا الآن وبلدنا تكون بوعودة محمية بتبركة املا أراضينا بنورك بديت قدس فنيا وبلدنا